اللوائح دايما بتوضح كلامنا. معانا خبير اللوائح المهندس عامر العماير على الهاتف. مساء الفل يا عامر. مساء الفل، ازيك استاذ احمد؟ عامل ايه؟ الحمد لله يا باشمهندس عامر. خليني اقف عند نقطه، برحب بيك طبعا. خليني اقف عند نقطه عضو اتحاد كره القدم. هل في من اللوائح اللي يقدر يستند عليه كهرباء والنادي الاهلي لما يصدر عقوبه بعد تصريح واضح من عضو الاتحاد؟ يعني عضو الاتحاد ده صرح ان احنا هنعاقب كهرباء، وتيجي اللجنه بعد كده تقوم تطلع ببيان او بخطاب او بقرار رسمي بعقوبه كهرباء. هل في لوائح يقدر يستند عليها النادي الاهلي في الدفاع عن لاعبه محمود كهرباء؟ سيبنا من الفيديو ده، انا هقول لك حاجه ممكن تستند عليها وهي شرعيه اللجنه. اللجنه اللي بتصدر القرار، هل هي لجنه وفقا للائحه النظام الاساسي بتاع اتحاد الكوره تم انتخابها؟ لا. طيب، هو في ماده 89 الماده في الاحكام الانتقاليه كانت معموله والاتحاد الدولي حطها لك فيفا لما وافق، اللي المفروض اتحاد الكوره بعد ما نجح، هو نجح 5 يناير 2022، المفروض كان عمل جمعيه عموميه غير عاديه لانتخاب اللجان المستقله اللي هم 4 لجان، انضباط واستئناف وتدقيق حسابات واللجنه الانتخابيه. قال لك اذا لزم ذلك المفروض انت كنت هتمشي باللجان الموجوده، كانت لجنه معينه ساعتها الانضباط، كانت الانضباط بتعين، كانت الوحيده للجنه بالانتخاب الاستئناف، ده تبقى اللائحه القديمه. فانت كملت بنفس اللجنه، فالمفروض كنت عملت انتخابات على الاستئناف والانضباط واللجنتين الجداد. ده ما حصلش في الجمعيه العموميه غير عاديه. لما جت الانتخابات او جت الجمعيه العموميه المفروض كانت اتعملت في 2022 اللي هي اتعملت 9 يناير ما اتحطش في جدول الاعمال. ماشي؟ طيب، اللجنه استقالت بعد الحادثه دي بتاعت العضو واهانه او التلفظ على اعضاء اللجنه. ده حقيقي. فكان المفروض يتم ايه؟ جمعيه عموميه غير عاديه تنتخب فيها الاربع لجان مش الانضباط. فاتحاد الكوره وفقا لفتوه حد افتى على لائحه قديمه اللي تقدر تشكل اللجنه كلها بالتعيين، وده غلط. اللائحه الحاليه بتقول ايه؟ اذا حدث توقف دائم. تمام؟ باشمهندس عامر، باشمهندس عامر، عشان برضو نقول لك وجهه النظر اللي بتطرح من الطرف الاخر، وبيقول ان طالما اللجنه كلها استقالت فده يعتبر بند التوقف الدائم. لا، ما بص بقى، البند بيقول لك ايه؟ الرئيس او نائب الرئيس او عضو اللجنه، بيقول لك او مش قال جمعيه، وفي الاخر بيقول ان اللجنه ليها حق تعيين لاقرب جمعيه عموميه عضوا جديدا. عضو واحد. يعني يعني رحيل اللجنه بالكامل ده ليس توقف دائم؟ انت توقف الدائم يكون لعضو واحد. طيب، انت اللجنه 5، لو استقال 3 فانت ما عندكش الجزئيه اللي تقدر تعمل بيها اجتماعات. انت الاجتماع المفروض 50% زائد واحد ويكون بينهم الرئيس او نائب الرئيس. طب فرضا اللي استقال الرئيس ونائب الرئيس وفاضل 3 اعضاء، لا، حضرتك تعمل بقى ايه؟ انتخابات جديده. او تعين عضو وتعينه رئيس واحد عضو لحين اقرب جمعيه. لما اللجنه كلها استقالت وهي لجنه معينه كان المفروض يتم عمل جمعيه عموميه غير عاديه وترشح عليها نفس الاسماء، الجمعيه العموميه هي اللي هتقرر. انت ما عملتش ده. فاللجنه طبقا للائحه النظام الاساسي النادي الاهلي او اللاعب لو التجا للحاجه دي فهي لجنه غير شرعيه. لجنه غير شرعيه، فمش من حقها تدي اي قرار. طيب يا باشمهندس عامر، قبل ما القرار يصدر مفروض رسمي تقدم شكوى اللي دي غير شرعيه وتطالب بعقد جمعيه عموميه غير عاديه لانتخاب اللجان القضائيه. طب تمام، خليني برضو افترض جدلا ان هذه اللجنه تم تعيينها بشكل شرعي. في حاله صدور قرار من هذه اللجنه بعد صدور تصريحات واضحه وصريحه من عضو مجلس اداره الاتحاد برغم ان اللجنه مستقله، هل النادي الاهلي يقدر يستند على لوائح لرفض هذه العقوبه؟ انت مفروض قبل ما اللاعب كان يلجا كنت في حاجه في اللائحه عندهم تقول لك خلال 48 ساعه من الاستدعاء اللي انت ترفض وتشكك في نزاهه اللجنه. طيب ليه؟ في حاجه قيلت لهم فنفذوها. هو ده
يعني المعنى الواضح للكلام. طيب بعيدا عن فرضية وجود اللجنة والشكل اللي هي تواجدت بيه، لأن دي فرضية طبقا أنت طرحتها وهنشوف مع الوقت الأمور ماشية إزاي فيها، ولكن تعالى بقى نروح لفكرة تانية بعيدا عن الفرضية دي. اللجنة دلوقتي موجودة، لجنة قضائية طبعا بتشكل لجنة الانضباط، الناس بينظروا للأمور. هنا أنت شايف اللاعب اللي ارتكب مخالفة من وجهة نظر الشاكي أو الطرف اللي اشتكى كهربا، طيب إيه تصنيفك للواقعة اللي حصلت من كهربا؟ هل في بند ينطبق عليها ولا الموضوع تأويل؟ ولو في إطار البند ده العقوبات أصلا في اللائحة بتقول إيه؟ إحنا بنتكلم دلوقتي على الوضع الحاصل بالفعل اللي موجود، الإطار بتاعه وفقا لمشهد كهربا، تقييمك ليه وفقا للائحة الخاصة بالعقوبات إيه؟ مبدئيا كده مفروض الشكوى كانت اتبعتت للجنة المسابقات لمعاقبة اللاعب. تمام. لجنة الانضباط حولتها، المسابقات حولتها للانضباط عشان ما فيش في لائحتها حاجة خاصة بالواقع دي. اللاعب لم يثير جماهير النادي المنافس، ودي عقوبات تطبق بأربع ماتشات. تمام. اللاعب لم يستعمل او لم يستخدم اشارات خارجه. ودي واضحه وعقوبتها بتبقى ست ماتشات. اللاعب لم يهين احد عناصر اللعبه باللفظ او القول. هنا احنا دخلنا في حته ناس مش موجوده في لائحه المسابقات ومش موجوده في الانضباط. بس مبدئيا كده الاتحاد الدولي في قانون الفيفا التاديبي اصدار فبراير 2023 حدد اربع نقط مبدئيه عشان تقدر تبقى العقوبه بتاعتك صح كلجنه انضباط، وهي اول حاجه في القرار تبقى طلع على الوقائع والحيثيات اللي بناء عليها الطرف ده انا قلت هحوله لجنه الانضباط وانطبق عليه الشروط اللي اللاعب عمل 1 2 3 كذا. ثاني حاجه اقول الماده او المواد اللي اللاعب خالفها بالفعل بتاعه، بتقول لي رقم الماده، ده التعديل بيقول كده رقم الماده والجريمه اللي اللاعب عملها. ثالثا تذكر لي المواد اللي انت استندت عليها عشان تدي العقوبه، هتقول انا الماده رقم كذا عندي بتقول اللي يعمل التصرف ده عقوبته قد كذا. تمام. رابعا وجهه نظر اللجنه او كيف بنت رؤيتها للعقوبه لازم تتذكر كلجنه ورئيس لجنه، تقول احنا مبدئيا وفقا للمواد كذا، فاحنا شايفين ان اللاعب عمل كذا، فاحنا بالقياس عملنا كذا. كل ده مش موجود في العقوبه اللي هتصدر اللي ما فيش مواد، فده يبطل العقوبه. ويقدر النادي الاهلي او اللاعب يستند للماده 54 رابعا من لائحه الفيفا. هتقول لي طب احنا مالنا بلائحه الفيفا؟ اقول لك ان اللائحه لجنه الانضباط لائحه ضعيفة جدا ما فيهاش حاجات كتير، ففيها مادة 35 هي أفضل مادة في اللائحة دي، بيقول لك في حالة عدم وجود حالات أو أحكام موجودة في اللائحة دي فأنت بتلجأ للائحة الكاف أو لائحة الفيفا عشان تصدر قرارك. فهنا ما عندكش للواقعة دي فهتروح لائحة الفيفا، فعندك بقى في لائحة الفيفا من العقوبة تصدر إزاي والكلام ده كله. بأتمنى اللي هيقدم شكوى للاعب تكون قبل صدور العقوبة. أولا شرعية اللجنة، ثانيا بطالب العقوبة لما تطلع يبقى فيها أنا عملت إيه وفقا لبنود إيه اللي أنا شايف نفسي لم أخطئ، فقول لي المواد وأنت بناء على إيه عاقبتني وإيه هي المواد. غير كده تمام مفيش أسس للعقوبة فتعتبر باطل. المفروض اللي يشتغل على كده أو يعترض يذكر الماده 54 رابعه. دي الاساس، سيبك حتى من حته الشرعيه والانتخاب والكلام ده كله، تمام؟ اللي المفروض برضو يحصل عليه اعتراض واعتراض رسمي، تمام؟ والوضع الحالي بتاع لجنه الاستئناف يحصل عليه اعتراض ويتم المطالبه بعقد جمعيه عموميه غير عاديه لانتخاب الاربع لجان. ده مبدئيا، بس هتستنى اللاعب لغايه ما عقوبه تصدر، تمام؟ هتمشي زي ما مشيت في القيد. اصل دول قضاء قالوا القرار، فمعلش اصله الهيبه ومشي، وهتمشي كده ومحدش يعمل شكوى. لازم الكلام يبقى قبل العقوبه. طيب عشان بعد العقوبه انت خلاص اتعاقبت. اخيرا 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 درجات بعد لو صدرت عقوبه، لو صدرت عقوبه احنا هنا بنحطكم في كل السيناريوهات، لو صدرت عقوبه
انت بعدها ايه الاجراءات اللي ممكن تاخدها؟ ايه اللي انت بتلجأ له؟ ايه اللجان اللي انت ممكن تلجأ لها؟ هو مبدئيا كده لائحه لجنه الانضباط اللي عملها علق على الاتحاد الدولي. ازاي؟ ماده 27 للاستئناف، اتحاد الكوره بيقول لك الايقاف لا يجوز الاستئناف عليه لو ما تجاوزش 6 مباريات، لازم تتجاوز ال6 مباريات عشان تتسال. طب لائحه الفيفا تقول لك ايه؟ لازم تتجاوز 2 مباراة، يعني لو طلع عليك عقوبه ب3 مباريات تقدر تسالف. اتحاد الكوره بيقول لك لا، لازم العقوبه تبقى 7 ماتشات. لو طلعت اقل من كده المفروض ما فيش استئناف. طب هي حصلت قبل كده تمام، وحصل مخالفه وقبلوا استئناف وهو كان اقل من 6 تمام؟ عملت قبل كده كان توبيخ لاستاذ فرج عامر وتم الاستئناف عليه، كان عقوبه للاعب 4 ماتشات وتم الاستئناف عليه، ودي مخالفات منهم بتبين ان الناس مش قاريه اللائحه بتاعتها. تمام. لو هتمشي لائحه، اللائحه بتقول لك الايقاف لا يجوز الاستئناف عليه لا يتجاوز 6 مباريات. تمام يا باشمهندس عامر، بنشكرك شكرا جزيلا.